الفيلم ديالنا سميتو 127 ساعة. هذا الفيلم مأخوذ من قصة حقيقية. كيبدأ الفيلم مع إيرين، واحد مغامر مبلي بالاستكشاف وتسلق الجبال، وبدأ يوجد حوايجه باش يمشي يدير مغامرة جديدة في الصحراء. ركب في طنوبيلته ومشى لخارج المدينة، تما كاين المخيم ديالو، وفي النهار الثاني ركب البيكالا ديالو وكمل الرحلة ومشى لبلاصة سميتها لوغون، وهو كيصور فيديو بالكاميرا وكيقول باللي الطريق للبلاصة خاصها 4.5 سوايع، وهو باغي يدير رقم قياسي ويضرب داك الطريق في 3.5 سوايع. موراها كيوصل للبلاصة وخلى البيكالا وكمل على رجليه، وهنا شاف جوج بنات تا هما متربيين ولكن تالفين في الطريق، ومشى تعرف عليهم وعرف ان وحده سميتها كريستي والاخرى سميتها ميغان، وقالوا له حنا بغينا نوصلوا لواحد البلاصه سميتها القبه وتلفنا الطريق بقوه هاد الوديان اللي هنا. هو عرض عليهم يساعدهم ويبقى معاهم تيوصلهم، ومشى معاهم. موراها داهم لواحد البلاصه ضيقه بزاف وقال لهم خاصنا ندوزوا من هنا باش نوصلوا بالزربه. تما طلق يديه من الحجر وطاح لتحت. البنات تخلعوا بزاف، داك الساعه عيط عليهم وقال لهم نزلوا. تا هما داروا بحالو ونزلوا، واكتشفوا انه داهم للبحيره الزرقاء وهي بحيره بين الحجر، ودوزوا وقت زوين تما. موراها خرجوا من تما وطلعوا وقالوا لايرين رحنا تعطلنا وخاصنا نرجعوا بحالنا، وقالوا له انت ضريف بزاف وحنا دايرين حفله غدا وخاصك تحضر ليها معانا. ايرين وافق وسلم عليهم وكمل طريقه باش يكمل المغامره ديالو ما بين الوديان والبلايص الضيقه، وهو كيصور اي حاجه شافها وعجباته. ومشى من واحد الطريق ضيقه ما بين الحجر، ومنين حط رجليه على واحد الحجره هاد الحجره تحركات وهو فقد التوازن وطاح، وطاحت على يدي حجره كبيره وحلات تما وما بقاش قادر يتحرك ولو شويه. بغى يجبد يديه ولكن ما قدرش حيت الحجره كبيره وثقيله بزاف، فخرج القرعه ديال الماء وشرب شويه وحقق الساعه باش يعرف الوقت اللي غادي يبقى عليه هكا. وهنا ايرين بدا كيغوت ويطلب ويعيط على اللي يعاونه، ولكن بلا فايده، تا واحد ما سمعه. خرج داكشي كامل اللي كان جايبه معاه وشاف موس صغير وفكر يهرس الجناب ديال الحجره، يمكن تزحزح شويه الحجره وتخلي له شي بلاصه منين يخرج يدو اللي واحده، ولكن ما صدقاتش ليه هاد الفكره وطاح الموس من يديه. وبغى يرجع يهزو ولكن ما وصلش ليه حيت يدي حاصله، وحيد سبرديلته وبغى يجيبو بالصبعان ديال رجليه ولكن ما قدرش، وشاف واحد العود ديال الشجره وخداه وعوج ليه راسه وبغى يجيب به الموس، وقدر يجيبو داك الساعه. وبقى كيحاول يهرس الحجره حتى جاء عليه الليل، فلاح واحد الحبل عنده على حجره اخرى فوقه وربطو مع الشورت ديالو باش يقدر ينعس، ولكن عيا بزاف ويديه كتوجعو. وبدا ايرين يتفكر منين كان صغير وباه كيديه معاه للرحلات في الصحراء والوديان. موراها جبد الكاميرا وصور راسه وقال داز نهار كامل وانا واحد بين الحجر، واي واحد يلقى الكاميرا يديها للعائله ديالي. وايرين كيشرح كيفاش وقع له هادشي، وهنا يدو كانت رجع لونها زرق حيت الدم تقطع على يدو وكاع ما كيوصل ليها. طاح عليه شويه ديال التراب من الفوق وهو كيصور، وحسابه راه كاين شي حد فوق منه، فناض كيغوت بالجهد ولكن والو، حتى فقد الامل وعرف انه ما كاين حتى واحد اصلا، وشاف راسو في الكاميرا كيفاش كان كيغوت وناضوا عينيه كيدمعوا، وقال راسو راه خاصو ما يغيبش وما يفقدش الامل. هنا دار واحد الطرف ديال الثوب على راسو باش ينعس، ولكن كان جيعان وكلا اخر ماكله كانت عنده، وهز القرعه باش يشرب حيت كان عطشان، وبقى له ما يشرب مره واحده، وحيد العدسات اللي كانوا في عينيه ودارهم في فمه، وتفكر منين كان في الدوش كيركب العدسات. امه كانت كتعيط له في التليفون ولكن هو ما كانش كيجاوبها، وهنا ايرين ندم حيت ما جاوبهاش حيت هذه يمكن تكون اخر مره غادي يهضر معاها. وكانت عنده خريطه وتفكر الوقت اللي صورها فيه، وبراين المدير ديالو سولو داك الساعه على فين غادي، وهو قال له ما عارفش، وندم حيت ما قالوش راه جاي لهاد البلاصه حيت اكيد منين غادي يتعطل كانوا غادي يجيو يقلبوا عليه. فنعس شويه ولكن فاق بسبب النمل اللي كيتمشى على الجسم ديالو، وكان هذا النهار الثالث وهو حاصل في هاد البلاصه. بغى يربط الحجره بالحبل ويجرها بالمساعده للحجره اللي الفوق، ولكن الحجره ما تحركاتش من بلاصتها. وهنا ايرين عطشان بزاف وتفكر العصير اللي خلاه في الطوموبيل حيت ما عجبوش، ودابا بان له بحال شي كنز غالي، وجبد الكاميرا باش يسجل الاحداث ديال النهار الثالث، وقال انه خاصو على الاقل 8 الناس
باش يقدروا يهزوا هاد الحجره على يديه، وبقى عنده غير واحد الشربه ديال الماء صغيره، وهاد الشربه تقدر تعيشو نهار واحد وصافي. وشاف ان واحد الطير كيدوز فوق راسو كل نهار مع 8 و17 دقيقه، وقال ان يدو ولا الطرف من الحجره، وقرر يقطع يدو مور ما فقد الامل. ولكن الموس كان حافي وما قدرش تيجرحو اصلا، وهو كان نسى الموس الماضي في الطوموبيل ديالو، فجاتو السخفه وطاحت له القرعه ديال الماء، وتخوات له اخر شربه الماء كانت مازال عنده. فغمض عينيه وتفكر الخطيبه ديالو، ولكن في الصوت ديال الرعد، وفرح ايرين حيث غادي يقدر يشرب ويعمر القرعه بالماء ويروي العطش ديالو. ولكن الماء كان كتير وعمر البلاصه كامله، وعاون ايرين باش تحرك الحجره، ومنين جبد يديه خرج من داك البلاصه ومشى للطوموبيل ديالو ومشى للدار ديال خطيبته. وهنا فاق من النعاس ولقى راسو كان غير كيحلم، وبقى كيبكي. وجا النهار الرابع وخرج الكاميرا وبغى يسجل الاحداث ديال داك النهار، وبدا كيهضر بحال اللي داير مقابله في التلفازه، وسلم على باه وطلب السماحه من الام ديالو حيت ما جاوبهاش منين صونات عليه، وهو ندمان حيت ما قال حتى واحد فين غادي، وخشى داك الموس اللي عنده في اليد ديالو، ولكن ما قدرش وخرجه. وهنا جا النهار الخامس وشرب من السوائل اللي في الجسم ديالو حاشاكم، وبدات كتجيه الهلواسه، وشاف عائلته جالسين حداه، وطلب السماحه من اخته حيت ما غاديش يبقى عايش تتزوج، وما غاديش يكون حاضر في هذه المناسبه، وبقى كيلوم في راسو على هذا الشيء اللي وقع ليه. وداز من فوقه واحد القاطع ديال الخيل وهبط عليه بزاف ديال التراب، تما هو غيب. وبدا يتخيل راه عنده ولد وجالس قدامه، وبقى يشوف فيه وعينيه كيدمعوا، فناض وبدا يجرب في يدو تهرسها، وبدا كيقطع في يدو بالموس الحافي، وخا الحريق اللي حاس به ما وقفش من التقطاع بسبب ولده المستقبلي اللي تخيله، وتخيل ولده جالس حداه وبغى يكون مثال ديال الشجاعه قدامه، وفي التالي قدر يقطع يدو من تحت الحجره مور ما داز عليه تما 127 ساعه، وربط يدو داك الساعه بطرف ديال التوب باش ما يمشيش منه الدم بزاف، وجبد الكاميرا وبدا يصور في الحجره ويدو اللي مقطعه، وطلع لفوق وشاف مسامر في الحجر وفرح، وربط الحبل فيهم وقدر ينزل باش يخرج من تما، وشاف واحد البلاصه فيها الماء وهبط شرب منها، وخا هي مسخه حيت كان عطشان بزاف. وهنا ايرين كمل الطريق وهو كيطيح وينوض، حتى شاف واحد العائله قدامه وبدا يعيط ليهم ويشير ليهم حيت هو كان مسالي والقوه ديالو كامله مشات. العائله شافته وجرات عنده باش تعاونه، وعطاوه الماء نقي وبارد، وعيطوا له على الانقاذ اللي جابوه هليكوبتر ورجعاته بحاله. ومن بعد مده كان تعالج، وبداو يديروا معاه لقاءات صحفيه بسبب القصه ديالو، وكانت القصه ديالو هي الطوندونس في العالم، وتزوج بوحده سميتها جيسيكا وولدو ولد في عام 2010. واخا هادشي كامل اللي وقع ليه ما حبسش من المغامرات، وبقى مكمل فيهم، وكل مره وحده في شكل. ولكن تعلم درس ان اي مره كيمشي لشي بلاصه كيقول لعائلته فين راه غادي. وهنا سال الفيلم ديالنا، نتمنى الملخص يكون عجبكم، كثروا التعليقات باش الفيديو يوصل للناس، وتفرجوا في الملخصات اللي فاتت، واشتركوا باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الملخص الجاي.